رجاء الاشتراك بالقناة لتصلك كل الفيديوهات الجديدة. شكرا. عسلامة، اليوم باش نقترح عليكم غوسيت سهلة ياسر متاع بتي بان سكري يتاكلو في البتي ديج كيما الكرواسون. نسحقو 270 غرام فرينة بيضاء، 100 مليلتر حليب دافي شوية، 50 مليلتر ماء دافي شوية، 30 مليلتر زيت نباتي، انا خديتوني زيت متاع عباد الشمس معناها زيت تورنوسول، 5 غرامات لوفير خميرة شايحة متاع خبز، 15 غرام زبدة à température ambiante معناها خلوها تشي معناها تخلوها تذوب على température ambiante، عظمة صفرة أصفر عظمة وأبيض عظمة فوالا، مغرفة كبيرة متاع ماكلة هذية سكر ملحي فين معناها سكر غلاس ونص مغرفة ملح. بعد لزينا نسحقو جرجلين، عندي جرجلين هوني، وعظمة وشوية زبدة. فوالا، دونك اول حاجه نبداو نعملوها نصبوا الحليب، فوالا، ومن بعد الماء، ومن بعد زيت النباتي، ومن بعد الخميره، ومن بعد الابيض العظمه، فوالا، ومن بعد اسفل العظمه. هوبلا من بعد السكر، مغرفة سكر مرحي، نص مغرفة ملح كما قلت لكم من الاول، نخلطوهم بالكاء من بعد نصبوا الفرينة بشوية بشوية، نصبوهاش كل في مرة، ونخلطوا بوانا. استعملت مغرفة من اللي حاب يستعمل الخلاط خير مجبتوش، استعمل مغرفة على قد ما كمل الفرينة اللي تبقت. بون نجم نستعمل الزينة. دونك خلطوها حتى لين تولي متماسكة هكا، ومن بعد نغطوها ببابي ألمنيوم ونخلوها سوية من زمان ونرجعولها. دونك اللي حاب يغطيها بيان سور بابي الومنيوم، والا منديله، وانا ما عنديش منديله كنت باش نغطيها بابي الومنيوم. فوالا نرجع بعد سويعة من زمان. دونك بعد ساعة من زمان باش نلقاوها طلعت، دونك نخدموها بالزينة ومن بعد اوبس ونقسموها كركر على ستة. ندير فيها شوية تخليها هكا، دونك نشدو بالوحدة بالوحدة نحلوها
نزيدوها الزبده معطيه بعد شو نشوفوها هيك هلا عجب نبدو نلوه هيك زاد نساء ونجو نسقوها معها هلا دوك نعملهم الكل ومن بعد حطوهم في البلاتو دوك توا نغطوه بحاجة Mandila, on va 20 minutes. Donc après 20 minutes, on va aller à l'allium. Je dois avoir ma caméra. Donc là, c'est pour le bide. Avec, c'est pour le bide. On va dénouer. ومن بعد نرشو عليه شويه ججلان اللي حب Voilà, on a tout entre 15 à 20 minutes le four à la 185. Donc à la 185 degrés, on a tout entre 15 degrés. ولا هذه الرسالة جربوها وما تنسوش تعملوا لايك على الفيديو وتبارتجيوها إذا كان عجبتكم وتخليوا دي كومنتير سلامة الرجاء الاشتراك بالقناة لتصلك كل الفيديوهات الجديدة شكراً